أكثر من 400 مؤسسة تربوية عبر الوطن ستسلمها وزارة السكن لقطاع التربية تزامنا والدخول المدرسي القادم، عدد سيسمح بتوفير مقاعد دراسة إضافية للتلاميذ في مختلف الأطوار. تقريبا 450 وحدة تربوية احنا الآن في صدد تسليمها لوزارة التربية للتحضير للدخول المدرسي. فيها تقريبا 300 وحدة، أكثر من 300 إيكول بريمير، 62 تقريبا 92 تقريبا كولاج، و 67 ليسي، هادو على المستوى الوطني. توفير مدارس ابتدائية عبر كل الأحياء السكنية الجديدة، ذلك ما تعمل عليه وزارة السكن لضمان تقريب الدراسة من مكان الإقامة، خصوصا لدى شريحة المتمدرسين الجدد. قوم بتسليم سكنات فيها، لازم يكونوا فيها على الأقل المدارس الابتدائية. المدارس الابتدائية والكولاج هذا خط أحمر ما نقدرش ننزل تحته. يعني كل الأحياء اللي سلمناها فيها التجهيزات ليزيكيبمون سكولار، المشاريع اللي رانا في غرض الانطلاق فيها انطلقنا فيها في سنة 2021، الآن مشينا في مرحلة واحدة أخرى، أنه يعني لو ديماراج لا رياليزاسيون تاع لي لوجمون يمشي بنفس يعني الوقت اللي ننطلق في التجهيزات المدرسيه. توزيع سكنات جديده يستدعي توفير مرافق ضروريه خصوصا المؤسسات الدراسيه تسهيلا لظروف الحياه على ساكني هذه الاحياء.